تخش بإذن الله يعني، هذه تشوفها ما عادي شاء الله ما تخليش ما تطلع شاء على الله روحك، ما شوف شاء الله. شوفها في شوف الناس، شوف شوفها في الناس اللي قريتهم. فعلا شوف فوالا إذا حاجة شفتهم بلي ملموسة. صح طوروا صح، فوالا هذا الشيء اللي يقول لك ما تقدرش تقولها على عمرك. لا قلت لك بالإضافة لهذا الشيء نحب الكتابة، نشرت رواية قصيرة، كاين اللي مازال ما نشرتهمش يعني، هي تعلمت من التجربة الأولى، إنسان ما يتسرعش في النشر، النشر. في الأهم الأهم أنك تخرج الأفكار تاعك فوالا شغل وتولي كلمات، هذا من جانب الحاجة المليحة كامل انه شغل راك تمارس في الشغف تاعك، تمارس في الشغف اكزاكتومون تاعك، ومن بعد كي تجي هذيك اكزاكت كي تكبر هذيك الهالة هذيك وتكبر مليح مليح، تقدر كيما كيما جوجو دراغون بول يعني شغل كشغل لازم ما تلم تزربش. الطاقة تاعك هذيك. فوالا تلم الطاقة تاعك عجبني هذيك، الوقت عجبني اللي نجمت ولا قدرت ولا شفت باللي ودي خلاص لازم تمد الضربة فوالا القاضية تاعك يعني ما تزربش اعطيها. تبان للناس، فوالا كون روحك وعجب وانتقن بارك الله اقتنع فيك. بالخدمة تاعك، ومن بعد الناس يتقبلوها يتقبلوا يقبلوا بالك خدمت عليها، فوالا كاين فايس تصححهم مع الوقت، كاين فايس ناس يشوفوها انت ما تشوفوش، فوالا ولكن انت خدمت على ليسونسيال، خدمت على اهم شيء. فوالا دونك نورمالمون هذوما العفايس، اذا كش ما نسيت فكرني. ما شاء الله. ولا اذا ديجا اذا كش من سينا رانا نجيو بهم مع الوقت شغل مع الاسئله ولا مع فوالا كان ديجا انا حطيت واحد النقاط اللي يقدروا نطرقوا لهم ولا شغل دي كيستيون، اسئله وجوديه اسئله اللي نقدروا نبنوا عليها اللقاء هذا. انا سؤال اهم شيء يعني تفضل معليش معليش، تفضلي 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 معليش. انا اهم شيء راني حابه نركزه فيه الجانب النفسي اكثر من فوالا الجانب تاع الخدمه، ولا كيفاش تلقاها ماشي، ولا كيفاش تلقاها المردود المادي. انا مانيش حابه نركز على هادشي، بس كدي معتمده على العبد ومعتمده على طريقته ومعتمده على الانسان. الاستمراريه تاعو وكذا، فوالا ولكن اهم شيء مادام اني حابه نركزوا على الخطوه الاولى نهضروا كيف فيها، بس هي اللي فيها المشكل، حنا بيان البدايه اللي سور جينا صعيبه. بارك الله فيك. مادام الانسان شغل يتبنى لا شغل بالافكار هذو اللي راح فوالا نطرقوا صح عليهم يتبنى نفسيا شغل يتطور نفسيا ولا شغل يديها في النفس تاعو كيف ما شغل. نحب نقول لك هذا الكوت تاع ستيف جوبز تفضلي. ونناقشوه. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. ستيف جوبز. So ستيف جوبز هنايا هنا راهو يقول بلي العفسه، اذا ما لقيتش العفسه اللي تحبها اللي تحبها ما تحبسش، كمل حوس عليها، لانه الانسان كي يكون يخدم العفسه اللي يحبها يزيد يبدع فيها، يزيد يدير فوالا من عنده ويمد كامل طاقته، بس هذا كان يدير هذيك الخدمه تاع باش غير يدخل دراهم شي ده يعيش، فوالا. ما حتزيد له والو، مش حتدفعه انه يتعلم اكثر. بالعكس ديجا روماركيناها في سورتو في الجيل هذا التالي في دوا سمحي لي قاطعتك. حتى هذوك الدرام كي تكسبهم شغل لا قدر الله شفتهم ديجا روماركيتهم يروحوا دوا على بالك شغل تأثر على النفسية تاعهم بالبزاف، يمرضوا يصيبوا روحهم في مشاكل، يدخلوا في هذا الاكتئاب باسكو علاه شغله فهمتك يخدم، صح باسكو شغله يخدم فورسيك شغله يخدم فوق قلبه، يخدم فوق الطاقه تاعه ولا فوق يعني قلبه هذيك هي فوالا شغل تشغل ينوض عليك تعب 8 صحتك باش ومن بعد تروح تداويها. فوالا تروح تداويها شغل تنوض 8 تنوض بالسيف عليك تسحب في رجليك تروح بالسيف باش تلحق، ومن بعد شغل تلاقى مع غاشي ماكش باغي تلاقى معاهم تمارس واحد الخدمه شغل فوق 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 قلبك فوق قلبك سي بور ساك شغل. وهذه شغل تدخل في الروتين اليومي كل يوم كل يوم كل يوم. شفت بزاف ناس شغل على تدبر بالك سوق من شغل غير هاد الشيء صح، من غير هاد الشيء الظروف اللي رانا فيها دوك العام اللي فات ولا هاد العام بدلت بزاف قوانين، بدلت ماشي قوانين ولكن الموازين قلبت يعني واش كان يبان بزاف ولا الانسان اللي يقدر. كاين ناس حققوا ارباح كبيره في العام اللي فات بلا ما يكونوا كونتاكت مع واحد هذا يعني شغل قدام. صح سيفري كاين ناس حققوا ما شاء الله، وعلاش؟ لخاطرش
داك الشيء من غير زعما نقولوا لي اللي يديروا ديليفري وكان الناس يوصلوا خدش بزاف ناس يحوسوا على التباعد يعني لازم تباعد. ولكن الناس اللي يضروا بزاف هما الناس اللي خلينا نقولوا اللي خدمت من يلا خمسة كاين بزاف اللي خسر خدمته فوالا وتحط في الامر الواقع ولازم تلقى خدمه واحده اخرى شنو هما واش دير واش دير على هذيك هنايا اهم شيء لازم نهضروا هنايا واش هي العفايس اللي الانسان لازم ياخذهم بعين الاعتبار باش يقدر يمد لروحو other plans ما يقعدش غير في بلان اي فوالا انا من وجهه نظري لازم المهارات تاعك لازم تعرف شنو هما المهارات تاعك فوالا تعرفهم تسقلهم الشهادات تاعك بون الجانب المادي يلعب دور في انك اذا حبيت تبدا مشروع ولا يعني ما نكتبوش ماشي يكون كاين وكاين وين كاين ما تسحقوش وكاين يكون مهم يعني على حساب الانسان وحالته الفرص المتاحه على حساب دوك حنا كيما هنا في الجزائر مثلا وفي امريكا مش كيف ولكن الفريلانس يليميني بورسونتا يليميني هذه العفسه اذا كنت انسان عندك مهاره كبيره وانت تفوت بلادك تفوت قارتك صح عندك ثاني الاهتمامات تاعك حتى واذا نقولوا كاين دومين الناس يديروا فيه دراهم بزاف ما تحبوش فوالا ما كاش كيفاش تعب روحك فوالا ماكش في الشغف تاعك فوالا ما تخدش في الشغف تاعك يعني انا بوغ مو هادو هما الامور اللي الانسان ياخذ لازم يخمم فيهم ديزولي يخمم فيهم باش يشوف لي زوبسيون اللي عنده في الجانب الانسان اذا حبي يبدل خدمه ماهوش مرتاح فيها مثلا ولا راهو حاب يجرب الفريلانس ولا خاصه في الظروف اللي رانا فيهم العام اللي فات وهذا العام كاين ناس راهم مهددين انهم يخسروا خدمتهم في اي لحظه تاع الصح كاين اللي حتى شركات راح يكولي وراح يتغلقوا كاين ديجا شغل غير مع شغل كيما نقولوا شركات مع الدول تاعهم مع الدول اللي راهم فيهم كي نقولوا الدوله يعني الحكومات شغل بعد الجائحه تبدلوا بزاف قوانين سورتو من ناحيه الضرائب ومن ناحيه الامور الاداريه وكذا تسمعي بزاف شركات كشغل غلقوا باسكو ما تساعدهمش الانظمه هذيك شغل انظمه الضرائب وكذا شغل بزاف مؤسسات غلقوا هنا يعني كاين بزاف وين يخدموا يعني مع ناس قل ومعناتها يدير ربح قل وهذا ماشي ما يساعدوش من جانب يعني تاع الصح هنا اللي شغل فدوى هضرت لنا على الفريلانسين كحل نقدر نقوله حل مشي بديل برك حل بيرفكت حل الجدير انه الانسان يونجاجي فيه ويسي يبدا فيه من دوك انا الله اعلم نجربوا كنتائج يعني بشكل عام على انه الانسان يجرب في الفريلانس اهم شيء الضغط هذاك اللي كان عند الانسان اللي لازم ينوض من 8 ل 5 هذاك الالتزام هذاك ينقصه شويه لانه في الفريلانس هو قادر يدير خدمته في اي وقت في النهار في اي وقت ولكن لازم الانسان يكون كيفاش نقولوا لازم يكون ملتزم مع روحه قبل كل شيء فوالا ديسيبلين لازم شيء مفروغ منه ولكن عندك تكون شغل فليكسيبل تقدر تبداها 9 تقدر تبداها 8 تقدر تبداها 5 تاع الصباح تقدر تبدا المهم عندك الديدلاين على حساب شنو الخدمه تاعك فوالا وعبك كاين مجالات متعدده كاين ناس اللي يخدموا بصوتهم كاين ناس يكتبوا كاين مجالات بزاف كاين عفايس يحيروا واحد الدرجه كاين حتى